صباح الخير مشاهدينا، مثل ما عودناكم كل يوم بفترة هالوقت الساعة 11 عنا طبخات طيبة. اليوم رح نعمل جات خضرة مشوية، كل وحدة إلها صوص، هيك موضوعين فيها نصفهم حد بعضهم. رح نعمل جزر مشوي، رح نقدم معه صوص بالطحينة، جزرة مثل ما هي رح نعملها نشويها بالفرن. رح نعمل الأرنبيط المشوي، كمان رح نعمله صوص مع السماق والحامض. عندي الشمندر رح نعمله صلصة الليمون كمان رح نحطه. رح نعمل كمان الفطر المقلي، رح نعمله بانيه ونقليه. سو اليوم هيك أربع رسيتات برسيت واحدة، بدنا نشهل إذا فينا نحن وياكم اليوم تلحق، إذا فينا أعطيكم أفكار أكيد فيكم تقدموها بفترة الصوم. رح نبلش هلأ قبل كل شيء نحط نعمل التتبيلة تبع الفطر ونعملهم بانيه تنقدر دغري نقليهم. هون يلي بدي حبة الفطر مثل ما هي، جرب يجيب حبة وسط لأنه بتعرفوا إذا الحبة كبيرة نقليها من برا تاخد لون من برا وكل شيء من جوا بدلها نية. شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا نحط لها شوية ملح، بهار أبيض حر، يلي ما بيحب الحر يستبدله بالبابريكا، زيت مثل تتبيلة صغيرة عم نعملها إياها، نحركهم كلهم سوا مزبوط مع بعضهم. فينا أكيد نحن ننوع بالتتبيل، ما عندنا مشكلة. فيكم تحطوا شوية كزبرة مفرومة بقلبها، فيكم تحطوا شوية كمون، شوية بلاك بابر كمان حسب نحن شو بنحب نعمل بالخلطة. رح دغري هلا مثل ما شفتوا هيك تبلني هون، رح نحطهم على الطحين تنقلبهم مع الطحين. حط بعد شوية من الحر عليها، هلا أكيد اللي بحبوا الحر أكلة رح ينبسطوا فيها. رح نضيف هلا عليهم أكيد الطحين، نقلبهم كلياتهم سوا مع بعضهم تنشوف انه هالطحين كله عطاهم كوت، صاروا كلهم جليزد بالطحين. ليه بنعمل هيدي الطريقه؟ كرمال نخلي هالبيض يعلق على هالحبات الفطر، مشان هيك على طول بنرتب الشغله بنرجع بالاخر بنحطها بالبيض بنرجع بنحطها بالكعك، هيك بنكون عم نعمل بروسيجر باني. انا هون مع الكعك جايب البريد كرامز، راح احط معها شويه حب البركه، حريكم هيك مع بعضهم يطلع هيك فيهم شكل حلو. هلا بنشيل حبات الفطر بنحطهم هون دغري بقلب البيض، نحن الزيت محميينه. انا هلا بالفرن حاطط حبات الارنبيط، حاطط حبات الشمندر وحاطط حبات الجزر. تقريبا الشمندر والارنبيط، الشمندر بياخذ بحدود الساعه على 180 درجة، الأرنبيط 45 دقيقة على 180 درجة، والجزر 35 دقيقة على 180 درجة. هيك بنكون عم نطبخهم طبخة كاملة، أكيد بدل فيهم قرشة من جوا. ليه بنعمل طريقة الشوي مثل ما عم نحكي؟ تنجففهم تيصير فيهم هالطعمات تقوى فيهم أكثر، عم شيل منهم المي، بتصير هالطعمة أكيدة مبينة واضحة أكثر، طعمة الجزر بتوضح، طعمة الأرنبيط بتوضح. فرق ما نكون عم نسلقهم، لما نكون عم نسلقهم عم ندخلهم مي عم بتخف الطعمة، هذا الفرق بين السلق وبين الشوي. بالسلق بتكون الطعمة كتير خفيفة، بالشوي تقوى لأنه فقدت المي يلي موجودة بقلبها. هاي شربل. بونجور. شو روحت علي أشياء الهيئة؟ روحت عليكي أكل كتير طيب. ما لا ما روحت عليكي. روايح رائعة رائعة. بلشنا يعني فيك تقولي بلشنا نحضرهم لهالأكلات، بلشت أعمل هلا الفطر البانيه. بشو كنت حاططهم قبل ال لتيناهم لتيناهم عملنا لهم تتبيلة حر، تتبيلة حر اوكي، وشوية زيت وملح وبهار ابيض، ورجعنا هلا عم نعمل لهم طحين بيض كعك تنرجع نقليهم كلياتهم سوا مع بعضهم. هلا طريقة اذا فينا نلتهم قبل بوقت اكيد ونحطهم بالبراد. انا برجع بعد على طول، كل ما بعمل حلقة عن شيء اسمه بانيه كل شيء ملتوت بالكعك برجع بقول من المستحسن انه ما يتفرزوا شو ما كانت تكون الشغله، افضل طريقه انه نشيلهم نحطهم على شقفه بيرتبوا بيرتبوا، وبس بدنا نحطهم على بس بدنا نحطهم بالزيت على رطوبه بيصيروا يفقعوا، بيصير لونهم اسود وبيشربوا زيت. النتيجة. يعني كاتيا فيك تقولي كل شيء سيء بيصير
بالشغله يلي بدك تعمليها بانيه اذا حطيتيها بالثلاجه. هيدي هون المشكله الكبيره اللي نحن على طول بنوقع فيها، هون تنتاكد انه الزيت حمي وحمي تمام. انت دائما عم تستعمل الكعك الخشن مش الناعم. كعك الخشن اكيد، ونحن بنستعمل على طول البريد كرامز المخصوص لنقلي فيه، لانه هيدا البريد كرامز هو بيرفخ وما بيمتص كثير زيت وبيعطي كوت حلو لحيلا شغله نحن عم نستعملها، لحيلا صنف خضره او صنف دجاج او صنف لحمه بنكون عم نستعمله. وحتى يعني بينزل اكثر اقل بالزيت. مزبوط، الكعك الناعم بينزل كله بالزيت. مزبوط، الكعك الناعم هو بيمتص كثير. انا ما كثير بحبزه لانه على طول بيعطيك طعمه الزيت، وهيدي هي اللي نحن انا ما بحبزها. بينما اللي عم نستعمل الامريكان بريد كرامز او الجابانيز بريد كرامز هودي بيطيروا العقل. هون مثل ما شفتوا الارنبيط بلش يحمر، صار لازم نشيل الارنبيط من الفرن. روعه، ليكوا شكله شو صار حلو دغري، اخذوا لون بشهي. شوي صغيره رح نشيلهم هيك، بنكون تقريبا خليناهم شوي صغيره من قلبهم مستويين، ومن النص من جوا بيكونوا بعدهم بتحسوا فيها قرشه بعدها حبه الفطر، وهيك بنكون تفادينا انه ما نشربها كثير من المي من الزيت. يلا خلينا نشيلهم فرد مره. الارنبيط مشوي ما هيك؟ الارنبيط مشوي، بس اليوم اخلطتنا هي الفطر يلي عاملينه مقلي. الارنبيط مشوي بس حمر منيح الارنبيط بالفرن. ايه؟ حمر منيح بالفرن. ايه لازم يحمر منيح الارنبيط، لانه هيدا بيعطي قرشه كثير طيبه من برا. حتى بالقلي اذا بدك تقليهم بدك تقليهم على الرايق تيصيروا يعطوك هيدا اللون، بيصيروا من برا بيقرقشوا. ساعتها هيك بس ثلاثيها بالتراتور او بالملح، في كثير اشخاص بيحبوا دغري بس يحطوا لها ملح وياكلوها هيك مثل ما هي بتطير العقل. انت حطيت لها كمون وسماء، حاطط كمون للارنبيط، حاطط لا هلا بدنا نحط لها بالصوص. هلا بالصوص بدنا نحط لها. انا هون خليني اشيل كل الخضره هيك هيك فرد مره، صاروا خالصين من استعملهم. حتى جزر شويه بالقشره تبعه مغسله منيح وتركه بالقشره تبعه، افضل طريقه انه نقدمه. اهم شيء يتغسل مزبوط، مش غلط الخضره، مش على طول انه الخضره قشرناها يعني انه اذا ما قشرناها يعني غلط، لا بالعكس، تركوا الخضره غسلوا السكن تبعها مزبوط، هيك احسن طريقه. خلينا نبلش نعمل صوص الطحينه مع دبس الرمان يلي نحن بنقدمها مع الجزر المشوي. رح احط الطحينه، رح احط دبس الرمان فوقها، رح احط شوية زيت، مي، ملح بهار ابيض، فينا نحط رشة كمون بقلبها إذا بدنا، أنا ماني حاطط عروسات بس فينا نزيد رشة كمون، أكيد بيلبق مع كل الخضرة. الكمون عن جد بتعطي طعمة روعة بالأكل، خاصة الأكل يلي هو 100% مؤلف من الخضرة. هيدي الصوص سريعة صارت جاهزة، فينا نضيف عليها شوية حامض إذا منحب كمان، روعة تطلع طيبة طعمة الحمودة بتعطيها. بس أنه دبس الرمان لأنه حد، أنا جايب دبس الرمان الحامض هيك بيأدينا أنه يعطينا الأسيديتي اللي بدنا اياها الخفيفه لنستعملها فوق حبات الجزر. يلا صارت تمام، اتاكد منها انه تصير ارخى من اللبن بشوي صغيره صلصه الطحينه على طول مثل التراتور، زيت الشيء لازم تطلع. يلا خلينا نشيل غراضنا من هون. شو عندنا نبلش هلا نعمل؟ الارنبيط، رح نعمل كمان صوص الارنبيط يلي هي بدي حامض، كمون، كتروا الكمون فيها، سماء، زيت زيتون، وكزبرة مفرومة، بحبحو كمان الكزبرة، بيلبق لها كزبرة بقلبها. يلا تمام اناف. ملعقة على السريع نخلطها كلياتها سوا هيك. فينا نطحنها أكيد، فينا نخليها هيك، بس أنا بفضل لما كنا عم نحطها على الخضرة
بتلاحظوا هيك هالالوان، لون السماء، الحامض، الكزبره اكيد بيطلعوا بيعطوا طعمه طيبه، الملح على طول ما ننسى الملح لانه الاكل بلا ملح بخف طعمته، ما بعود يعطي طعمه. لكن صار عندي هسه ست اثنيناتهم ردي جاهزين. شوف الخضره كليات هون اللي انا عم بستعملها تنطيب فيها هلا وجه الاكل، يعني رح نستعمل هلا فوق القرنبيط المشوي الحمص البارميزون وشويه نعنع، بنرش عليها شويه رمان كمان على وجهها. رح نبلش سكب خشبه التقطيع، بنشيل القرنبيطات بعقده، سكين اثنين بنقصهم كيف ما بدنا، ما عندنا مشكله، افتحوهم هيك قصقصوهم كيف ما يطلعوا يطلعوا، خلوا الورقه عليهم قرشه الورقه طيبه. عم تلاحظوا انه السكينه كيف عم تفوت فيهم دغري، ليه؟ نتيجه هالقرنبيط صار مطبوخ مزبوط. هلا دغري رح نشيلهم نحطهم بجاط السكب. خلينا نستعمل، يلا انا عندي ملقط هون، جيب كاست ايرون صغيره حطهم فيها، حطوهم كيف ما كان ما تصفصفوا، حلو الاكل هيك ينحط. حطوا بارت منها على الوجه هيك خليها تبين القرشه تبعها. ريحه القرنبيط مش معقول شو حلوه، وبعدين على الطبخ بيخف الغاز منها، يعني ما بتعود تعرفوا بالسلق كثير بتدل فيها طعمه الغاز موجوده، بينما على الشوي ابدا بتخف هيدي الطعمه منها، ما بتعود كثير مبينه. هلا رح نضيف عليها الصوص، حطوا سكبوا الصوص هيك على وجهها، خليها تشرب منيح، هي وسخنه على طول حطوا الصوص عليها احسن، هيك بتمتص اكثر السوائل، وعلى الحماوي اكيد بتعرفوا بتطلع طعمه السماء، بتبين اكثر طعمه الكزبره، بيصير في عنا كومبينيشن هالطعمات كلياتها سوا مع بعضها. يلا تمام، هلا بدنا نضيف عليها شويه رمان البارميزون، فيكم ما تحطوا بارميزون اذا بدكم، نحن هيك حطينا زياده، اكيد الاشخاص الفيجن او الاشخاص الصايمين صايمين ما عم ياكلوا شيء حيال نوع من مشتقات الحليب ما يستعملوها. فقش الحمص على وجهها، الحمص الانصاص كمان على الوجه، عندي شويه رمان، نرجع بنحط اخر شيء نعنع، اهم شيء نسينا النعنع. مثل ما بتلاحظوا على طول بجيب النعنع حاطه بشقفه ناشفه هيك بدله مثل ما هو، ما بينشف ما بيسود من بعد ما نغسله، بتدل الحبات نضاف هيك على القليله بنستعملهم، بيكونوا بعضهم بتعرفوا لانه اذا بدل في عليهم مي دغري بيسودوا وبيتشوا، بنقصهم هيك بنفرفطهم على الوجه، حطوهم كيف ما كان يلبق ورق النعنع معه. طب يلا خلصنا هيدي اول اكله، رح نشيل خشبه التقطيع كلها نخليها هون، رح نقدم الطبق الثاني يلي هو الجزر. هيك رح نجمع كل الخضره هلا مع بعضها، يلا نبعد اغراضنا. هيك الصلصه كلياتها صارت جاهزه، حبه الجزر لاحظوا حبه الجزر كيفيه اخذ لون استوت مزبوط، بنحطهم هيك حد بعضهم، فوق بعضهم صفصفهم، هلا بدنا نقدم فوقهم صوص الطحينه. هون القرنبيط سوري الفطر بنحطهم كمان بقلب سله، اشتغلوا على طول على البرزنتيشن، البرزنتيشن كثير حلوه خاصه بالاكل، لانه مثل ما نحكي على طول انه
بتعطي على طول، بتشهي اكثر لما اول ما تشوفوا الشغله يكون شكلها هيك حلو، اكيد بتشتهوا تاكلوها اكثر. رح احط هون الصوص بالكاسرول، هيدي هي زيت الصوص عم نعملها نحن للفطر، بدنا نغطس فيها الفطر وللقرنبيط. شو بعد عندنا؟ بعد عندنا الشمندر، خلينا نجيب الشمندر نقشره نظبطه نتبله بالليمون. عندي هون كاسرول للشمندر، يلا حبيت الشمندر كتير طيب، الشمندر المشوي كتير طيب، انا بحب هالطعمه لانه بيقوى السكر فيه، مع الليمون كتير بيلبقوا مع بعضهم، كتير بيلبقوا مع بعضهم. يلا سكين بلش نقشرهم، يعني نشيل غرضين من حدنا هيك تنستحكم نشتغل اليوم. في كتير أغراض لأنه الأكلات اليوم مختلفة، كيزانا صار معنا قرب صوبنا هلأ على هالروايح الحلوة. شوف كيف تتقشر دغري، معلومة مهمة إنه على طول بس بدكم تقشروا الخضرة قشروها هي وسخنة، البسوا كفوف بإيديكم أفضل طريقة، لأنه إذا سقعت بدها تعذبكم أكثر بالقص. سو على طول أفضل طريقة إنه تقشروها هي وسخنة، إذا بدكم تتفادوا تحرقوا إيديكم البسوا كفوف دبل هيك. هلا نحن معودين شغلنا بالمطاعم وهذا صار عنا إيدينا خلص ما بقى نحس فيهم على 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 السخن، بينما اكيد بالبيت لما ما تكونوا معودين كثير على الطبخ بتتضايقوا. ريحه الشمندر بتعقد خاصه هلا وقته. لاحظتوا قد ايه سريعه قصه تقشيرهم؟ هيدي اكثر وحده سخنه عزمنا شوي، واكيد على طول غسلوها، ولو بدكم تقشروها غسلوها للشمندر لانه على طول في عليها نسبه عاليه من التربه موجوده عليها. ليكوا هاللون الحلو بقلبها بعد ما فقدت لونها. معلومه حلوه عن الشمندر، اذا بدكم فيكم تطحنوها بتصير بيست، فيكم تستعملوها كمان على ساندويتش، فيكم تستعملوها سبريد يعني على على شيء، فيكم تعملوها ديب كمان مع شويه زيت زيتون ملح بهار ابيض، فيكم تقدموها ديب مع خبز باجيت كاونتري بريد كمان بتعطيها طعمه بتطير العقل. يلا خلصناها، بدنا بول نعملها تتبيله سريعه. في قشرة هون يصغر هول حبيت جريت. عصير ليمون مثل ما شفتوا انا جايب الليمون الاحمر او الموردة، بنحط العصير فوقهم ما بنتبلهم كثير، ما بدها كثير تتبيل هيدي الخلطة لانه لحالها فيها طعمات، زيت زيتون ملح. يلا بنقلبهم كلهم سوا مع بعضهم. ريحة بتعقد، كيزانا قرب. يلا ها صارت تلمع مظبوط الحبة الشمندر مثل ما شفتوا نتيجة تفاعل الزيتون مع الشمندر أكيد. هلأ أكيد بنوصل
لنرجع نزين بالاخر هالحبات الشمندر الجزر كليتهم سوا. بعد حبه صغيره اناف هالمال توب حطهم هون قرب الجوت هيك نظبط قصتنا بالبرزنتيشن. هون رح تحط عليها حبات الليمون مثل ما شفتوا استعملنا عصير الليمون ورجعنا حطينا حبات الليمون على الوجه. كثير بيلبق الشمندر والليمون كثير مش شوي صدقوني كومبينيشن طعمتين كثير 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 مستحبين. شوية بصل أخضر كزان عم يزعبر بده يزعبر ما بيقدر ما يزعبر صعب يا ما يزعبر. حط الصوص حدا هون. هلا شو بعد عنا؟ عند الأرنبيط صار ردي جاهز. خلينا نحط شوية صوص فوق. حط شوية صوص فوق الجزر. بتخيل انه اليوم الصايمين فيجيتيريان والفيجن رح ينبسطوا بهودي الاكلات. شوية كمون بتشوفوا عم نتسلى بالبرزنتيشن. هيدا الحلو فيها رشة كمون حب هيك على وجهها. ورق كزبرة اوكي. رح نتوقف للحظات مع البريك وبنرجع بنفوت على البرزنتيشن. نرجع معكم مشاهدينا على هيك الاكلات الطيبين. مثل ما شفتوا هون عملنا هالارنبيط، عملنا معه صوص السمق والكزبره والحامض، حطينا على وجههم شويه حمص، حطينا على وجههم هيك النعنع مطيبات كلياتها سوا، الرمان، شويه بارميزون للي بيحبوا، رجعنا عملنا الشمندر شويناه بالفرن، حطينا معه اكيد الليمون، استبلناه بصوص الليمون مع شويه زيت زيتون، رجعنا عملنا هالجزر المشوي مع صوص الطحينه اكيد يلي هي الصوص المشتركه بينهم وبين الفطر، حطينا معها على وجهها شويه هيك ورق كزبره، شويه كمون، هلا رح نحط عليها كمان شويه بعد فجل على الوجه هيك كمان بتعطيها قرشه طيبه. فجل مفروم ناعم منقوع بالمي المسقعه. وعندي هون اخر شيء الفطر يلي هو الوحيد المقلي بهالطبخه كلياتها سوا يلي عملناه بانيه لتانيه بشويه حر، حطينا عليه الكعك، حطينا عليه طحين البيض الكعك يعني قليناه وقدمنا كمان معه صوص الطحينه هيك الكمينة يلي مثل ما حكينا هي المشتركه بينه وبين الجزر. هيك بكون عندي اربع طبخات بطبخه واحده فيها تكون موجوده على السفره اكيد على الساعه 12. فيكم تحضروهم من الصبح كل هودي الامور، على 11 بتحطوا الغراض، على الساعه 12 بتشوون، على الساعه 11 بتشوون، 12 بتقدمون. هيك بيكون في عندي طاوله هيك غنيه بالخضره وخضرتنا اللبنانيه على طول مثل ما بنحكي وجودتها العاليه جدا. يعني انا ماني عارف هلا كيف بدنا ننطر للساعه 12 ولا مندوق ولا ما مندوق، بس اكيد لا لانه نحن هلا صايمين بقى رح نخليهم للساعه 12 نرجع ندوقهم. وانا برجع بشوفكم نهار الخميس ان الله رد. ثانك يو.